الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم حبيباتي، نتمنى راكم كامل بخير وعلى خير. وصفتنا نهار اليوم لي زومبورغور. مالا واش عندي هنايا؟ عندي 4 كيسان فارينة كيلت بهاد الكاس، درت 4 ابي بخي، واحد اللي رطل فارينة. ندير مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز ليفور دو بولونجير، مغرفه تاع السكر. خميره كي نكونوا في الصيف دائما نقص، لو كان في الشتاء صافي كندير مغرفه ونص. فوالا خلط كامل كما كيف كيف. ندير الملح حسب الذوق بيان سور، ما نكتروش الملح باسكو لي زومبورغر فيهم فرماج و اللحم، نديرو له الملح و سمع صافي كنردو بالنا. هنايا درت مغرفة صغيرة لا ليفيغ شيميك، خميرة الحلويات. انا كملتها هنا واش قاعد لي درتها، يعني وابي بخي واحد 5 غرام هكداك. تقدري توحي حتى الباكيت على لا ليفيغ، ما عندك حاجة. نص كاس تاع الزيت دايما بنفس الكاس اللي كينا به لافارين، واللي عندها هنايا الحليب غبرة حليب مجفف، دير 2 مغارف ولا 3 وتلم بالماء. انا كون ما عنديش انا حنلم بالحليب. دوك تشوفوا معايا، فوالا هذا الكاس الاول باش تعرفوا ابي بخي شحال يدخل لكم سوائل. ولي بات تاعنا كيما دائما نقول لكم لموهم خفاف، يعني ما تلموهمش ناشفين بزاف باش تجيكم يجيكم الخبز تاعكم خفيف. هذا الكاس الثاني نشوفوا شحال يدخل. فوالا كيما قلت لكم اللي دارت حليب مجفف يكون احسن، وتلم بكاس ونص تاع الماء. انا تخلي هنا كاس ونص تاع الحليب، الا درنا حليب مجفف نديرو كيما قلت لكم الماء. فوالا فوالا هاي لك كيما قلت لكم خدات لي كاس ونص، و سا ديبون كل وحده ولا فارين تاعها. كاين لا فارين اللي تشرب وكاين لا فارين اللي ما تشربش، نتوما عينكم ميزانكم. تحصلوا لازم على عجينه طريه ما تكونش تلصق بزاف في اليد، باسكو لو كان يجيكم يتلاصق بزاف ومن بعد يتنفخ يتنفخ وما يعاود يحبط لكم. دونك ما يكون لاباط تكون ما تكون ناشفه بزاف، ما تكون جاريه يعني حتى ما تقدروش تخدموا فيها. فوالا دوك نحطها في البلون دو طرافاي تاعي، نعجنها شويه يعني غير قسما نلم ندخلها في بعضها كيما قال. فوالا واللي عندها البيتخان تخدم بالبيتخان، كي تكون عجينه هكذا سهله ما نحبش نكسر راسي. ونحب دائما نخدم بلا بيتخان باش يعني اللي ما عندهاش البيتخان ما تقولكش ما عنديش ما ينجح ليش. نو ينجح باسكو ما فيهش العجن بزاف. فوالا دوك نخليها نغطي عليها ونخليها حتى تخمر. فوالا هاي ليك العجينه اللي تحصلنا عليها، يعني طريه مي بصح ما تلصقش بزاف في اليد. فوالا نلمها كيما قلت لكم، دوك نغطي عليها ونخليها تخمر. هنا واش عندي؟ عندي كميه تاع لا فيونداشي، يعني كل وحده مقدرها، حبيبه تاع البصل ما تكونش كبيره بزاف، معدنوس، 2 فصوص تاع الثوم، ومسحق الملح والفلفل الكحل، وزوج مغارف كبار تاع لا شابلوغ. الخبز المرحي يابس ومرحي. فوالا وندير حبيبة تاع البيض، نسيت ما ذكرتهاش. دوك تشوفوا معايا، انا نحب ندوزنو اللحم يجي بنين وميم طون زي يجي زاكي تاني، سيرتو كي تكون لا فامي نومبروز. فوالا هاي لك الحبيبة تاع البيض. ونزيد 2 مغارف كبار
كما قلت لكم تاع لا شابلوغ اللي هو الخبز المرحي. فوالا هاي المغرفة الأولى وها هي المغرفة الثانية. فوالا دوك نعجن كامل خليط. فوالا نعجنو مليح ونخليه بجهة. دوك نرجع للخبز تاعي، شوفوا صلاة النبي كيفاش خمر لي الخبز. ندي غازي لاباط تاعي ونقسمها الى كريات اللي تخاف ما يجوهاش كاع قد قد. توزنهم 100 غرام الكرية ولا 90 غرام، كل وحدة وكيفاش تحب الكبر تاع الخبيزة تاعها. فوالا انا حندير عيني ميزاني. واللي عندها ميزه توزنهم كما قلت لكم بالمناسبه. نرحب بالبنات اللي انضموا لينا جدد، قولهم مرحبا بكم. اتمنى ان شاء الله قناتي تنال اعجابكم. فوالا نكوروهم وفضلا منكم بارطاجيو لي فيديو تاعي هكذا باش تكبر القناه وتعمل الفائده. ما نزيد نمد اكثر ان شاء الله باذن الله وصفات كامل بصدق ومصداقيه. ربي راه شاهد عليا. هايلك هاو كيفاش راني نلوي بيهم الصبع الكبير مع الصغير. فوالا باش نكون هذيك الحفره هذيك. وعلاش نديرو هكذا؟ باش الخبز تاعنا يخمر مليح، هذيك الثقب هذاك اللي يتكون من تما اللي تخمر لاباط وتجي خفيف. فوالا دوك انا واش ندير هنا؟ نغطي عليهم نخليهم يريحوا غير واحد 2 مينوت 3 مينوت با بلوس، وبعد نحطهم في السنيوه. انا راني جبتهم زعما كاع كيف كيف بلا ميزان. هاي هايلك ان شاء الله طولت في هذا المقطع. سمحولي. فوالا كيما قلت لكم خليتهم يرتاحوا غير شويه. دوك نحطهم في لو بلاطو تاعي. لو بلاطو درت له ورق الطهي بابي كويسون، اللي ما عندهاش تدهن سنيوه كيما كنا نديرو زمان. وعلاش بكري كان عندنا هاد لو بابي هذا؟ انا مرات كيكون كاين كاين، ما يكونش كاين دهن سنيوه تاعي وفرات. هذا برك لو بابي هذا يعاون. هذا ما كان مام حنا ينقص علينا باش ما نغسلوش لي بلاطو هادوك. فوالا دوك نبلاطيهم شويه بيدي. دوك تشوفوا معايا فوالا هكذا. دوك ندهنهم بالحليب وندير لهم شويه جلجلان ولا سانوج، كل وحده واش تحب واش يحبوا افراد العائله تاعها. هذوك الزراره مفيده بزاف للصحه، نحاولوا يعني نديرهم دائما في الخبز تاعنا. فوالا دوك واش ندير انا هنا؟ نغطي عليهم ونخليهم يخمروا لي.
فوالا هاي اللي كيما قلت لكم درناه بالحليب. هنديت لكم لا فيديو سما كاع التفاصيل هكذا باش المبتدئات يعرفوا كيفاش. سمحوا لي الا جات لا فيديو طويله. لي ما فطيب وتخدم نورمال، مي بصح وحده مبتدئه تحب تشوف كاع المراحل هاك داخل بناتي اللي راهم يتعلموا. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفات وتقولوا لي رايكم في التعليقات. فوالا هاو الخبز تاعي بعد ما خمر ندخله على الفرن يكون سخون وعلى 200 درجة، نشعله من فوق ومن تحت. واللي ما عندهاش الفرن اللي يشعل من فوق ومن تحت طيبهم من تحت، كي يحمروا لها تشعلهم من الفوق. فوالا دوك جبت لكم هنا تدبيره، انا ما عنديش هذاك لو سيركل اما لا كما قال الحاجه ام الاختراع، انا جبت هذا الغلاق هذا تاع الشوكولا تاع الدراري. فوالا باش يجوني كاع هذوك لي بول قد قد. واش درت 3 ساشي هكذا ودرت لابول تاعي لداخل. فوالا هكذا باش يجوني كاع قد قد و ابي بخي. هاد الغلاق هذا يعني قد الخبزات ابي بخي، يعني اللحم يزيد يتقلص شويه كي يطيب. هاليك هنا راني نشوي في اللحم، درت دهنت شويه زبده برك في الزبده ولا زيت في المقله تاعكم وشويوه. هاو الخبز كيفاش طاب لنا، شوفوا كيفاش جا والله غير يجي هايل بدون محسن، مخدوم في الدار. فرحي وليداتك، الله غير يجي خفيف ما تزيدش كتشريه من برا. انا ما نحبوش تاع برا باسكو شتو قديم ويتفتت وحده، اون بليس يديروا له هذيك لاميليورون ماشي مليحه لاميليورون، نسيو نيفيتيو كاع دوك الخبابز تاع برا. فوالا شوفوا كيفاش جا، الله غير جا خفيف. نقسم الخبزه تاعي، هذه مايونيز خدمتها انايا، تحبون نشارككم شاركم. على بالي دوك تقولوا كيفاش مع بسم الله مايونيز خضراء، وي انا نزيد لها شويه معدنوس. الا حبيتوا الطريقه تاعي كيفاش نتمتم والله غير ما با اون مينوت تطلع، قولوا لي في التعليقات نشارك معكم نوريكم لاصوص اندلس، ميم لاصوص ساموراي هذه تانيك كاش نهار نوريكم كيفاش يخدموها. هذه تجي شويه بيكونت يعني حره اللي يحبوا الحر. فوالا شوفوا في جهه درت لا مايونيز وفي جهة الاخرى انا نحيت هنا شويه البابا، هذيك البابا تربينا غير الكرش ما عندنا ما نديرو بها عشان انا متربي. فوالا في الكوتي الاخر ندير لاصوص ساموراي ولا صوص ميزون ولا كل وحده ودير واش تحبت. كاين اللي يحبوا الكيتشوب تاني. ندير لابول تاعي تاع لا فيوند، ندير لا طوماط ونزيد دوكا لا سالاد. فوالا وندير الفرماج، انا عندي هذاك لو كاري هذاك تاع لي ساندويتش. فوالا لي ما عندهاش هذا دير فرماج بلون، انا ما عرف ندير فرماج بلون، ندهنو في الخبز. فوالا يعني كل وحده دير واش عندها في الدار وعلى حسب مقدورها، كل نهار ونهارو بنادم يسلك وخلاص. المهم نفرحو وليداتنا بحاجه اللي يحبوها وصايي. هاي ليك نغلق الخبز تاعي، هاو ليك كما نحينا لوش الباب هادي كان يجي طالع يجو باينين لاخر، مي بصح حنا لا المهم في البنه. حنا ما نحبوش هذيك الباب تاع الخبز. فوالا نزيد ندير واحد معكم في كوتي، نحط هذيك لاصوص ساموراي والكوتي الاخر ندير لا مايونيز. هنا نحط لا سمو لا طرونش تاع لا فيون داشي، راحت لي الهضره. اون طرونش تاع الطوماطيش سلاده
فوالا ندير الفرماج، شريحة تاع الجبن، انا دوك نكمل كامل الخبز اللي عندي. فوالا دوك نكمل كاع الخبز اللي بقى لي، ومن بعد نولي لكم في طبق التقديم. هاو الساندويتش، بون ماشي ساندويتش، لي زومبورغر تاعنا بعد ما وجدوا، والله غير يجوا هايلين، جربوهم والله ما تندموا، بنان بزاف وحاجه مخدومه في الدار. فوالا انا ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله نتمنى لا فيديو تاع اليوم تكون نالت اعجابكم. ما تنسونيش بالجام والبارتاج، والسلام عليكم وفي امان الله، نحبكم، باي باي. دوك نوريكم هنا كيفاش جا، فوالا شهيتكم في الجنة حنوناتي، سمحولي لي شهيتها، قولها يلا نوضي نوضي، شمري على يديداتك وفرحي وليداتك. يلا سلام، في أمان الله.